السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال عندنا يا جماعة في حلقة النهاردة بيقول لي قارن بين ألف وستة. طب ألف ده فين يا جماعة؟ ألف عبارة عن مجهول في معادلة زي كده، أنا شايف بالظبط كده. طب نحاول نجيب ألف الأول. طبعا هنا يا جماعة عايز أرفع الكسر، أضرب 3 في 6 وأجمع على 5، يبقى 43 على 3 هتساوي 3 في 6 ب 18. طبعا رقم زي ما هو ما يتغيرش، زائد 5 23 يا جماعة. هنا ألف، طب ألف أجيبها إزاي؟ اضرب الطرفين في مقلوب الكسر ده يا شباب، اضرب في الطرفين هنا وهنا في 6 على 23، وهنا بره يا جماعه في 6 23. اختصر طبعا ده راح معاه خلاص، راح الالف بس لوحدها، الالف هتساوي 43. طبعا اختصر الاول ما فيش كافته، اختصر ده معناه كده 2 2 في ده يا جماعه يدينا 6 وكام؟ 86، تمام كده مقسوم على 23. ده الألف، طب هل هي أكبر ولا الستة؟ عشان أقعد أقسم يا جماعة الحاجات دي هتلخبط نفسك. طب أفضل حاجة تعمل إيه؟ اضرب ضرب تبادلي، شوف مين الأكبر. ضرب تبادلي يا جماعة، ده في ده وده في ده، يعني 23 ضرب 6، ونحط الحل فوق هنا، 1 في 6 يا جماعة ب 86، الطرف اليمين 86، 3 في 6 ب 18، 6 في 2 ب 12، و1 كان 13، اليسار 133 يا جماعة، اللي هو أصلا كان الست، تمام كده؟ يبقى ستة أكبر، الستة أكبر من ألف. أختار بقى، قارن بين مساحة المظاهر في الشكل الأول أو الشكل التاني يا جماعة. طبعا عارفين لما تلاقي عندك شكل زي مربع أو مستطيل ومثلث هنا بحيث مشاركين في نفس القاعدة، والرأس عند رأس المقابل عند ضلع المقابل، بيكون مساحة المثلث نصف مساحة الشكل. طب هنا يا جماعة الشكل كله 6 في 6 في 36، نصه كام؟ يبقى 18. طب هنا 4 ضرب 9 برضه يا جماعة 36، نصها 18، اختار ج متساويان يا جماعة، متساويان. إذا كان 2 أس س زائد 1 بتساوي 6، فهنا 16 أس س بتساوي كام؟ آخد دي يا جماعة فكها، طبعا دي عبارة عن إيه؟ 2 أس س ضرب 2 أس 1، الاتنين يعني بتساوي 6 يا جماعة، تمام كده؟ اختصر 6 مع الاتنين، يبقى الـ2 أس س بس بتساوي 3. نيجي دي بقى يا جماعة، نيجي دي الـ16 أس س بتساوي كام؟ 16 أس س هتساوي 2 أس 4، هي 16 لكل أس س يا جماعة. أقدر أبدل مكان دول، هتساوي 2 أس س لكل أس 4. طب 2 أس س بكام جنب فوق؟ 3، يبقى بيساوي 3 أس 4 يا جماعة، اللي هي 3 في نفسها 4 مرات، يعني 1 و8. إذا اشترى شخص سلعة مبلغ 648 ريال بعد خصم 10%، يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني شراها بسعر 90% من سعرها، تمام كده؟ طب قول لي ما سعر السلعة قبل الخصم؟ تقول له يا جماعة هنا 90%، 90 على 100 من سعرها الأصلي اللي هو س يكافئ أو يساوي 648. طب عايز سنة واحدة يا شباب، اضرب في المقلوب ده أو اقسم الطرفين عليه، يعني راح يبقى س بتساوي 648 ضرب 100 على كام؟ على 90. اختصر صفر راح مع صفر، اقسم يا جماعة على كده 64 على 9 فيها الـ7 بقى معانا 1، حط بقى 18 على 9 فيها 2. طب لاحظ يا جماعة 72 ضرب كام؟ ضرب 10، يعني بيساوي 720، حط صفر بس. السؤال التالي، جلست 3 طلبات حول طاولة إذا انضم لهن مثليهن، يعني انضم كام؟ ضعف مرتين يا جماعة، يبقى 3 زائد ضعف مرتين هو 6، وغادرت طلبتان يبقى طرح 2، ده كله هيديني 7. تركت سيارة من النقطة ألف إلى النقطة باء بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، في نفس اللحظة تركت سيارة من النقطة باء إلى النقطة ألف بسرعة كام؟ 90 كيلومتر في الساعة. بعد كام دقيقة يا جماعة يلتقيان؟ طبعا عارفين إن الزمن هيساوي الزمن بيساوي المسافة على السرعة. طب عندي هنا يا جماعة سرعتين، طالما هي راحت يا جماعة كده ألف إلى باء، واحدة رايحة كده بسرعة 120، وواحدة رايحة كده يا جماعة بسرعة 90، تمام كده؟ المسافة كلها كام؟ كلها 420، وقعد 420 قسمة حاصل الجمع 120 زائد 420 يا جماعة، زائد 90، معلش 90.
أقدر أختصر من هنا يا جماعة، أقسم كله على 10، يعتبر صفر مع صفر مع صفر. طالما في جمع اجمع كل بعض كله. احنا هنساوي في الآخر كام؟ 42 اسمت 2، المجموع دي بعديه يا جماعة كام؟ 12 زائد 9 ب 21. طيب عم اقسم ادينا كام؟ 42 اسمت 21 بتساوي 2. طب 2 يا جماعة دي طبعا شغال بالساعة، 2 ساعة صح؟ اضرب في 60 هيديني 120 دقيقة. ممكن س في الشكل يا جماعة الأول، طبعا دي زاوية محيطية يا جماعة ودي مركزية بقياسها 60، تمام كده. طب عايز أجيب السين ده يا جماعة، أقدر أكمل المثلث ده يا جماعة كده، أكمل المثلث المنظر ده كده، وهات لي الزاوية دي كلها دي 30، وده يطبق ده يا جماعة المثلث مطابق الساكن الكبير. احذف 30 من 180 هيديني 150، اقسمها على الطرفين يا جماعة، يبقى الطرف ده كل ده ب 75، وده كمان برضه 75. طب هنا يا جماعة ده 60 لأن ضعف من المحيطية، وده برضه ده يساوي ده، فبقى كام 180 بقى 120، قسمها على الطرفين يبقى 60 60، ماليش ده خلاص. طب ده 60 يا جماعة وكله 75، يبقى 75 طرح 60 هيديني 15، يبقى سين بتساوي كام؟ 15 درجة. قارن بين 10 أس 8 ولا 3 أس 2 الكل أس 5 يا جماعة. طبعا أعرف أضرب ده في ده، يبقى عندك الطرف اليمين 8 أس 10، اليسار 3 أس 2 في 5 في 10 صح؟ لو هو طار الجذر مع الجذر يعني الفكرة نفسه بالظبط، إيه أجيب الجذر العشر للطرفين يا جماعة، أو اختصار الأسس زي كده، الطرف اليمين 8 و3 طبعا ده أكبر. أوجد الفرق بين المجالين في الخاص، المجالين يا جماعة عندك الخاص، المجال الأول أهو ب 135 والتاني الخاص 21، هقول له 135 طرح 21 يا جماعة، بس قال لي الفرق، اطرح الدنيا هنا 4 2 3 تقسيم ب 1 يا جماعة 114 هي اللي صح. دي أسئلة هدايا في الامتحان. في الشكل المجاور مثلث مسابقة الأضلاع قارن بين يا جماعة محيط المثلث أو 42، أجيب المحيط طالما قال لي مطابقة الأضلاع يا جماعة يبقى الضلع ده يساوي الضلع ده، تقول له 5 سن ناقص 1 بتساوي 2، 3 سن زي كام؟ 5، دي تيجي هنا يا جماعة والرقم ده يجي هنا، طبعا تيجي بالسالب وعندك 2 سن بس، الواحد يجي بالموجب يا جماعة بقت 6، يبقى سن بتساوي 6، سن بتساوي 2 معلش 3، اقسم على الطرفين على 2 بتساوي 3. طيب عاوز اجيب قيمة الضلع، طول الضلع يا جماعة 5 ضرب 15، 15 ناقص 1 بيساوي كام؟ 14. طب المحيط بيساوي كام يا جماعة؟ مجموع أطوال أضلاع، أو يضرب 14 في 3 بيديني 42، والطرف هنا برضه 42 يا جماعة أقول له متساويان. قارن بين القيمة الأولى نصف قطر دايرة مساحتها 9 طه، أو نصف قطر دايرة محيطها 9 طه، المساحة بتساوي إيه؟ المساحة بتساوي طه ناقص تربيع. طب هو قال لي يا جماعة ده بتساوي 9 طه، يعني طه تروح مع الطه، ناقص تربيع ب9 يبقى ناقص بس بكام؟ هات الجذر الطرفين بتساوي 3، دي الأولى نصف قطر ب3. طب والتانية المحيط 9 طه، يبقى المحيط بيساوي إيه؟ القطر كله يا جماعة في طه، القطر يبقى 9 دي هي القطر يا جماعة، يبقى نصف قطر بكام؟ ب4.5. طبعا 4.5 أكبر من 3 يبقى اختار بإيه؟ بقى الطرف التاني. إذا كان على ست، إذا كان إنتاج 6 رغيف خبز تكلفته 4 ريال، كم التكلفة في شهر رجب يا جماعة؟ طب شهر رجب وصل لكام؟ أنا عمال شايف كده 120، وهنا بالآلاف خلي بالك 120,000. يبقى بيقول لي هنا يا جماعة الستة رغيف تكلفتهم 4 ريال. طب ال 120,000 طبعا مش هكتب 1000 خلاص، عرفني 1000 خلاص، تكلفتها كام يا جماعة؟ س. طب الضرب التبادلي يبقى س بتساوي اضرب 120 في ايه؟ في 4 طبعا بالالاف مقسوم على 6 يا جماعه، اما اختصر 12 على دي فايه 20 في 4 8. طب بالالاف حط كمان 3 اصفار يا جماعه، اوجد مجموع المحاصيل يا شباب. هنا طبعا ده بتبقى بالتقريب، بيحسب بالتقريب يا جماعه، عندك اهو هنا الرقم ده مثلا محصور بين 10 و20 تقريبا كده 16، اكتب يا جماعه ارقام اهو 16 اللي هي دي، دي برضه تقريبا من 60 و50 قريب جدا هنا قريب من 58، زائد دي حوالي 52، هنا يا جماعة 50 بالظبط،
هنا 55 بالنص، 55، ودي تقريبا 51. ننزل تحت هنا حوالي 29 يا جماعة، هو 28، يقولوا 29 زائد 28. تحاول نجمع كده تلاقي الـ50 يا جماعة عندك كام واحدة؟ 1 2 3 4 5، 5 في 5 ب 250، 5 في 50 ب 250 يا جماعة. طيب بقى معاك كام؟ بقى معانا 16 كمان، وباقي 8 و2 10، 10 و5 15، ومعانا كمان 1 9 10، 10 و28 يبقى 8 وكام و30. جمع كله جمع كده 6 و5 11، 11 و8 يبقى 19، 6 7 8، 8 و3 11. هنا يا جماعة يبقى 300 وكام و19، أقرب حاجة ليها 320، 320. مبلغ 424 ريال من فئات متساوية من الأعداد يا جماعة، 10 5، يعني معايا إيه؟ من فئة الـ10 نفس العدد، هو من فئة كام؟ 5، نفس العدد من فئة الريال. كم عدد الورقات من فئة الـ10 ريال؟ هنجرب يا جماعة الحلول. أول حاجة قال لي مثلا 12، طب لو 12 في ب10 يبقى 120، و12 يا جماعة من أبو 5 يبقى 60، و12 من أبو ريال يبقى 12 ريال. جمع كده معايا وشوف الحل يطلع معاك إيه. هاتلك عندك كده 2، عندك كده طبعا بادئ ب2 يا جماعة، وهنا 4، ما تكملش حل، ما تكملش حسابات، خلاص لا تصلح. شوف اللي بعده على طول، 14 يا جماعة، 14 في 10 يبقى 140 ريال، 14 يا جماعة في 5 يبقى 70، تمام كده. طيب 14 في أبو ريال يبقى كام؟ 14، 0 0 4، بادئ ب4 يا جماعة، نفس الإجابة، نكمل حل عادي طبعا، نفس الكلام، نبدأ نكمل. يلا 4 و7 11، و1 12، هنا معانا 1 يبقى كام؟ 24، ونفس العدد، الحل الصح كام؟ 14 بالتجريب. 9 على 8 مقسومة على 4 على 3 ضرب كام؟ نص. دي يا جماعة زي ما هي 9 على 8 زي ما هي، اقلب القسمة دي ضرب، 4 خسارة مع الـ2 فيها الـ2، 2 على 3. طب مالي بالقسمة ضرب يا جماعة؟ عشان اقلب الكسر، يبقى 3 على كام؟ 3 على 2، اضرب البسط في بسط، مقام في مقام، يعني هتساوي 27 على كام؟ على 16. اختار دال 27 على 16. مستطيل محيطه 45 وثلث، وعرضه يا جماعه 10 وثلث، 10 وثلاث ارباع. طيب ده العرض. طيب اجيب، قال لي بقى الطول، احسب طوله ازاي يا جماعه؟ انا هطرح المحيط طرح العرضين يا جماعه، العرضين. طب العرض واحد بكام؟ العرض 10 وثلاث ارباع، 3 ارباع و3 ارباع ب1.5، و10 و10 20، يعني 20 وكام؟ 1.5 21.5. طب اطرح من الاولى المحتاجة اللي هو 45 وتلت. يلا يا جماعة نطرح كده تلت طرح نص، ما ينفعش اصغر من ده يا جماعة، ما ينفعش. هستلف واحد من الخمسة ده يا جماعة وخليه كام على كام؟ عشان دي 3، 3 على 3 كأنها كده بالظبط، 3 على 3 زائد 1 على 3 يا جماعة يدينا كام؟ 4 على 3. أصبحت دي، معلش كده، دي 4 على 3، ودي 44. اطرح بقى عادي كده، يلا 44 ناقص 21 يا جماعة، أدي عندك 23 4. طبعا لما أطرح دي ما ينفعش زي ما أروح في مقامات، فأضرب البسط والمقام في كام؟ في آخر مقام. هنا أضرب في 2 أصبحت 8 على 6، وفي 2 في 3 يا جماعة برضه أصبحت 3 على 6. 8 ناقص 3 بكام؟ ب5 على 6 يا جماعة. ده عبارة عن ايه؟ ده الطولين يا جماعة، الطول والطول. طب عايز الطول طول واحد بس، اقسم ده كله على مين؟ على الاتنين يا جماعة. واضح كده؟ 23 على 2، ادي فيها الـ11، بقى معانا 1 يا جماعة، بقى 1. الواحد ده يا جماعة ممكن ايه؟ طبعا هقسم برضه على 2 بعد كده. الواحد هنا يا جماعة ارفع الكاس، عبارة عن 6 على 6 بقى، 6 على 6 زائد 5 على 6 اللي هي نفسها كام؟ 11 على 6. لما اقسمها يا جماعه ده على الاثنين، يبقى 2 تحت اهو، يبقى 11 على كام؟ 11 على 12. الحل عندك اهو ج 11 و11 على كام؟ على 12. 5 اعداد اصغرهم 2، والمتوسط 5، والمنوال 7، والوسيط 6. اوجد العدد الناقص. نعمل ايه يا شباب؟ انا عندك 5 اعداد،
قال لي أصغرهم يا جماعة 2 أهو، متوسط 5 للخلية للآخر، المنوال 7 يا جماعة. طبعا بتقول 2 هنا 3 4 5 6 لازم هنا 7 يا جماعة، يعني العدد بكرر أكتر هو السبعة، يعني موجود على الأقل مرتين، 7 و7 على الأقل. الوسيط قال هو الوسيط اللي في النص اللي هو ده يا جماعة 6، أوجد العدد الناقص. طيب هنا كام يا جماعة؟ عندي معلومة تقول لك إيه، متوسط حسابي كام؟ 5. طب يعني متوسط حسابي مجموعهم على عددهم يا جماعة يساوي 5، اجمع كده معايا، 7 و7 و6 ادي 20، 20 و2 يا جماعة 22، هم 5 عشان يبقى متوسط 5 يا جماعة لازم يكون 25 على 5 عشان يدينا 5. طب ليش تبقى 25 يا جماعة؟ لازم تكون كام؟ تكون 3، يبقى 3 دي بس هي اللي صح، اختار 3. بقول يا جماعة هنا في الشكل المقابل أوجد قيمة سين، طبعا دي زاوية متقابلة بالرأس يا جماعة عليها متساوية، هجيب السين هنا مع السين يا جماعة أصبحت سين واحدة بس. التمرين وديها الطرف التاني بإشارة إيه يا جماعة؟ سالب 100 ناقص 2 بيديلك كام؟ 20. بقول يا جماعة طلع عدد زي كده أكبر هما، أوجد إيه؟ خانة الآحاد، عشان أجيب الآحاد يا جماعة ما أضربش كله ببعضه، لا أضرب بس الآحاد في الآحاد في الآحاد. 2 ضرب 5 ب 10، طب 10 احدها 0، خد الصفر ضرب 8 يا جماعه بيدينا 0، يبقى الحل الاحد هو كام؟ لازم يكون 0. ما العدد الذي تربيع احاده، تربيع احاده زائد 10 يساوي كام؟ نفس العدد. طب نجرب يا جماعه كده، ال 11 مثلا خد احاده بواحد، واحد تربيعه بواحد، 1 زائد 10 بيدينا 11، نفس العدد يا جماعه ده نفسه هو صح بالتجريب. إذا كان محيط الدايرة يا شباب دهيت، إذا كان محيط الدايرة يساوي 20 طه، قارن بين القيمة العددية لمحيط الدايرة أو القيمة العددية لمحيط المربع. طب الأول يا جماعة نجيب محيط الدايرة 20 طه، الطه بكام؟ ب 3.14، يعني بالتقريب كده هيطلع كام يا جماعة؟ طبعا الفاصلة حركة الخطوة اللي هي إيه؟ الصفر حركة الفاصلة خطوة، إنها 2 ضرب 31 يا جماعة وكام؟ 4/10. هتساوي بالتقريب كده أو نحسبها 2 × 4 = 8، 2 × 31 = 62، الفاصلة على الرقم. دي القيمة العددية يا جماعة لمحيط الدايرة. طيب القيمة العددية لمحيط المربع، المربع ده طوله كام؟ مش المحيط عند الدايرة القطر في طه، القطر كله ب 20، تمام كده؟ طيب طول الضلع ب 20 يا جماعة، طب هو الضلع هو 20 20 20، المحيط بيساوي 20 في كام؟ في 4، 20 4 بيديني 80، يبقى التاني أكبر، 80 أكبر من 62 و 8/10. اختار بقى عدد الأسر التي لديها أطفال أقل، 3 أطفال أو أقل، عدد الأسر التي لديها 3 أطفال أو أقل يا جماعة. هنا الأطفال وهنا عدد الأسر، الأطفال يا جماعة 3 أطفال هم، أحسب دي كام؟ دي كده يا جماعة هنا قبلها تقريبا 5، أقول له 5 زائد دي 10 زائد هنا 8 و4 يا جماعة، أنا 15 و8 23، 23 وكمان 4 يا شباب، نحسب تاني 15 19 و8 27، أنا خدت طبعا دي بالتقريب، بالتقريب أقرب حاجة لها كانت 27 تبقى 28. ما العدد